عندما استوى الأمر لبني العباس، كان أبو عبد الله مالك بن أنس قد قطع نصف رحلته الدنيوية من عمره المبارك، فعاصر بذلك 42 سنة من حكم بني أمية، ثم عاصر أوائل العهود الزاهية من خلافة بني العباس، إذ توفي رضي الله عنه في عصر هارون الرشيد عام 79 من الهجرة. إنما أسأل لماذا تبكي؟ تبكي تريد طعاما. تريد طعاما؟ نعم. أم يحيى إلى أين؟ سأعطيها طعاما لتسكن. ستزجرينها يا أم يحيى. أزجرها؟ نعم، فليس في بيتنا طعام. أنا أعلم أن ليس ببيتنا طعام، فمن أين ستطعمين الطفلة؟ لن تسكت إلا إذا أكلت. المهم أن تسكت يا أم يحيى، لن تسكت إلا إذا طعمت، فمر الجارية أن تدير حجر الرحى حتى لا يسمع الجيران بكاءها فيعرفون ما بنا من ضر. أدير حجر الرحى؟ لا أريد أن يعرف أحد حاجتنا من بكاء ابنتنا، ولعلك عرفت الآن لماذا أريد بيع بيتنا والسكن في دار بالكراء. نعم عرفت. أسرعي بإدارة حجر الرحى يا أمة الله، ثم يقضي الله أمرا من عنده. مالك بن أنس يجلس للدرس والإفتاء. نعم يا معم. أين؟ هل يجلس في داره؟ بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. بدأ أمس ولا بد من حضور مجلسه اليوم. الحمد لله نحمده كما أمر، والصلاة والسلام على نبينا سيد البشر وصاحب هذا المكان الطاهر المطهر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد، فعن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وبدأت مرحلة جديدة في حياة حامل علم المدينة مالك بن أنس،
واضع أول كتاب في الحديث والفقه في الإسلام، حين جلس للتدريس والإفتاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا عبد الله، رأيناك تجلس في هذا المكان من المسجد لا تبدله بغيره، فهل لهذا علة؟ ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد. أهي مشورة إذن يا أبا عبد الله؟ نعم، ولكني أنا الذي اخترت هذا المكان ثم شاورت فيه. لما يا أبا عبد الله؟ لأن عمر بن الخطاب كان هاهنا يجلس للشورى والحكم والقضاء. أتراك تأثرت في جلوسه رضي الله عنه كتأثرك في فتاويه وأقضيته التي رواها ابن المسيب وغيره من التابعين؟ تلك حال حسية لعلها توحي إلي وإلى الناس بالأمر المعنوي. أو كان عمر يؤثر هذا المكان لفضله؟ نعم، فهو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس فيه من المسجد. بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. من كان في سفر يعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. وعن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كله. يا أبا عبد الله، نعم، ما العرق من التمر؟ قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. كيف تجرؤ على سؤال الشيخ وهو يتكلم؟ وجدته منبسطا يا حبيب. أنا والله لا أفعل إلا إذا وجدت أحدا سأله قبلي، فقد علمت أن عبد الرحمن بن مهدي مشى معه يوما إلى العقيق فسأله في حديث فنهره وقال: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله ونحن نمشي. وسئل مرة في الطريق عن الفقه فقال: للفقه كرامة تمنع الجواب. كذلك هو إذا سئل في مجلسه نكس رأسه وحرك شفتيه بذكر الله ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، وقد سمعته حين يسأل يقول: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يسأل عن مسألة فيتغير لونه أحمر فيصفر، وقد سمعته مرة يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، فلينظر كيف يكون خلاص الآخرة ثم يجيب. ولم يفت مالك بن أنس فتوى إلا تلا هذه الآية: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
سمعته مرة يقول: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا إذا سئل أحدهم في مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا. ولا يكتفي الإمام مالك باختيار الصيغة الورعة لمسألة الحلال والحرام، وإنما قد يطلب أجلا يراوض فيه نفسه. لا يدلي بالرأي إلا فيما تمكن منه، ولهذا أكثر من قول لا أدري. وقول لا أحسن سمعته مرة يقول: ليس نبتلى بهذا الأمر، أو يقول: ليس هذا ببلدنا، أو يقول لرجل: اذهب حتى أنظر في أمرك. حقا لا فقه إلا بورع. وذاع أمر مالك في بلاد الإسلام، وطارت شهرة علمه، وبدأ يتوافد عليه الطالبون من جميع بلاد الإسلام في قاراته الثلاث، حتى غدا مجلس مالك بن أنس أحد معالم المدينة المنورة، إلا أنه فجأة تغيب عن المسجد، وذاع بين الناس أن مالك بن أنس لن يجلس في مجلسه في المسجد بعد اليوم. غدا نلتقي مع فصل جديد من فصول أعلام الحديث، الكاتب فواز الشعار، المخرج علي المفيدي.